باسم الله وباسم الوطن، نيابة عن الحركة الشعبية شمال هولندا، نحيي الجنرال جوجول مكوار نائب رئيس هيئة الأركان الجيش الشعبي ونائب رئيس وفد مفاوضات الحركة الشعبية مع الحكومة ومع النظام. والتحية للرفاق مراد محمد ياسين حسن برجيل كوكو برجيل سوري مراد نائب رئيس الحركة الشعبية نائب رئيس ممثل الحركة الشعبية في فرنسا ومحمد ياسين الممثل للحركة الشعبية في إيطاليا مشكورين لحضورهم. والتحية أيضا للرفقاء الحضور لإنجاح هذا اليوم. الزيارات بتاعت الغادة اتوالت وكان أقل من شهرين ونص كان معانا رئيس الحركة الشعبية ورئيس الجبهة السورية الرفيق مالك عقار، وكمان كان معانا الأمين العام للحركة الشعبية ياسر سعيد أرمان ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة السورية. بعد أقل من أسبوع نحن نخش العام الرابع للحرب اللي قامت في جبال النوبة جنوب كردفان ومنطقة النيل الأزرق. فنيابة عن أعضاء الحركة الشعبية، ففي نقاط لو حبذا تفضل كومريد جوجوت يضع لنا النقاط في الحروف ويشرح لنا الأوضاع. أول حاجة وضع اللاجئين، وضع اللاجئين في المنطقتين منطقة جبال النوبة ومنطقة جنوب النيل الأزرق. الشيء الثاني المستقبل، مستقبل التعليم في المناطق دي ومعرفتهم بالمناطق التي أتوا منها. يعني الليلة اللاجئين مشوا دول الجوار ويتعلموا مع ثقافات تانية وكيف بعدين لو مثلا رجعوا لمناطقهم الأصلية هل هيتعلموا مع الثقافة بتاعت بلدانهم، لأنه في واحد منهم مشوا صغار وتعلموا هناك ولحتى كان يعني اللي ولدوه هناك طبعا بالتأكيد ما هيعرف حاجة عن جبال النوبة في ظل الحرب. ودارين نعرف برضو هل هناك سقف زمني للحرب. النظام طبعا ما فيه سقف زمني، لكن برضو عايزين توضيح من كومريد جوجوت. حقدم الأخ الرفيق اسمه كورينا ممثل الحركة الشعبية في هولندا في هولندا. شكرا جزيلا. اسبيلي موي، اسبيلي موي، اسبيلي موي، اسبيلي موي، اسبيلي موي، سودان جديد موي، سودان جديد موي. سانحة كبيرة وجميلة إنه اليوم نلتقي بكومريد القائد جوجوت مكوار مرادا. جوجوت مكوار مرادا هو جنبي وغير على التعريف، هو رجل ميدان وفي نفس الوقت رجل سياسة الحركة الشعبية. احنا ما عندنا عسكري ما بيعرف سياسة، كل العساكر بيعرفوا سياسة وكل السياسيين برضه عسكريين. و
اليوم أنا بقول لكم للجوجوت دي فرصة، أنت جيتنا هنا وزي ما رحبنا بيك في السفير إنك أنت أول مرة تجينا هنا وتقابل الناس. اليوم نحن نقابلك فيزيكال وجها لوجه عشان تدينا وتشرح للرفقاء والضيوف الموجودين مجريات الأمور داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان على الأرض. إنسان جاينا من الواقع المعاش يوميا، من المعاناة اللي بديناها أستليل يوم 30 بعد ستة يوم 6/6 هنتذكر يا كبرة يوم كنا جارين يوم 5/6 أي فأنا بقدم لكم الليلة الفلور حيكون عنده وأنتوا الموجودين هنا أسئلتكم على الترحاب وأنا متأكد هو هجاوب عليها وحدوكم كل الإضافات. كبرة جوجوت تفضل مكروفون. I take your point. I'm going to brief you in general. شكرا لك على التصحيح والمناشد. حقيقة أنا سعيد جدا وفخور جدا لهذا اليوم عشان أكون في وسطكم وأشكر لكم الحسن الاستقبال الكبير اللي حصلت اليوم. الواحد لأول مرة في حياته يجي أوروبا وحبز عشان يزور بعض البلدان عشان يسلم لأخوانه، وللأقل لو رجع المنطقة لو سألوا بعض استسيلة يعرف يقول أنا لقيت فلان وأنا سلمت عليه وقعدنا وبرضه حملته هاي وأنا حملته سلام بتاعكم. وده كان يشرفنا جدا لأن ده فرصة لقيناه وكان فرصة ما يمكن يضاع. جينا للعمل العام والعمل بتاع السودان في أوروبا هنا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي كان ضاعت الجبهة الصورية والنداء السودان معارض السودانية كلها كانت الاجتماع معاهم في يوم 19 مايو الماضي لكن تم تعجيله ومدوها اليوم 9/6 عشان كده نحن جينا كحركة شعبية بنفس الدعوة كانت بعد ما وصلنا هنا لقينا اجتماع تعجلت وفي باقي رفاق من الجبهة الصورية والنداء السوداني لسه واجهوا لكن في بدر قاعدين يجوا عشان كده نحن استغلينا هذا الاجواء. نحن قلنا ما دام نكون قاعدين سعيد ده فرصة الواحد للأقل عشان أنا كمان حزين كان الجدلية بتاعت نلقى فيزا نجي كان في جدل كثيرة لكن ناس رمضان ناس مراد عملوا حاجة كويسة خيتوا كتبوا الدعوة برضو للحركة الشعبية وزول بس يعني انبسط وما أعرف شافني شكله بتاع زول جاي من الغابة مش داري جاي يشرب موية شوية يعني يجي ده قام اديني فيزا يعني ولد بتاع 3 شهور ده ما في زول عدل وكله ده يعني كله يعني كتر خيرك يا الخواجة لكن عشان كده مش أسلم على أخواني كلهم ولقى فرصة لأول مرة نقول للجيش الشعبي بان أنا جيت أوروبا لفيد عدة من البلدان وأنا شيل يعني للأقل وأنا ساعد منكم التقاليد الدول ده لأن الدول دي كلها كان محاربة الدول ده كان كله عنده حروبات شديدة جدا بالشباب في الأفلام وكثير جدا لكن في النهاية وصلوا للسلام وفي النهاية عملوا اتحاد جسم اتحاد أوروبي بقى يخش بدون يعني باسبور واحد يدور فيزا واحد يلف الدولة ده كلها
وده نموذج دي ده برضه عشان المستقبل بتاعنا عشان نقدر نقدر نتعامل بها. وده كان ضروري جدا عشان نزور السودانيين الموجودين في المحجر. لعنا نحن السودانيين الاول ويسرنا عشان نقابل اي سوداني بغض النظر هو بنتمي لوين ولا سياسته وين ولا قبيلته وين. زي ما المؤتمر الوطني بتميز الناس بتفرز على الناس لان الثقافه بتاعنا كحركه شعبيه ده ثقافه بتاع السودانيه. نحن لعنا السودانيه بغض النظر نقول انت من قبيله يا تو ولا من يا تو حزب ولا غيره. بيهمنا نحن اهل اخوان ابناء سودانيين بغض النظر بتاعك. وبيهمنا برضه نطرح لك الطرح بتاعتنا الرؤيه بتاعتنا ونعمل ديبيدون الكلام بتاعتنا عشان تعرف نحن ليه بنحارب عاملين سلام من اجل شنو. لان الحكومه يعني تملك على الاعلام كل الجرائد كل التلفزيونات اذاعات حاجات كثيره بيعمل اعلام مضلله بيحاول يعني يقلل من الشان بتاع العمل بتاعنا اللي بنقوم به العمل الثوري الموجوده والمظالم الموجوده بتنكر. عشان كده نحن لما نعمل ديبيت مع السودانيين السودانيين هم بيوصلوا للقرار الحقيقي. هم بيقرروا كيف يساوموا وكيف يساعدوا في هذه المسائل. في مسائل مرتبطه مسائل انسانيه بتهم السودانيين كلها. هفرزتها الحرب. وده حقيقه ده اللي خلى نحن كله عشان نحن بنجم اعتقاد انا كنت بشوف كل السودانيين نجم نشوفهم هنا. حتى المؤتمر الوطني معنا بنعمل لقاء مفتوح وزاد في ناس بيسمع عن جهود في ناس بيكتب عنه ما عارف انه في ناس بيساووا في ناس بيسمع عن الحركه الشعبيه في ناس بيسمع عن الجبهه الثوريه في ناس بيسمع عن نداء السودان. دي شنو كلام لخبطه كثير ده في ناس يعني يسمع دي شنو اللي الجبهه الثوريه وليه الجبهه الثوريه ذاتها وليه بقت نداء السودان ليه جابوا صديق الباحث ذاته. في حاجات كثيره بتدير في اذهان الناس. ولما الناس يسمع من ناس معينين ما بيقتنعوا لكن لما يسمع من عدة الناس وأفكار مختلفة وبعدين بغارنه هل الكلام ده فعلا الكلام ده نجيل الكلام ده مقبول الكلام ده الناس متفق عليه ولا بس ده الناس معينين بيستخدم هذا المصطلحات. وده كان ينبغي عشان كلنا نلقى فرصة. لكن برضو أنا سعيد أشكر لكم الحضور ده هي مكون من الجالية السودانية السودان القديم اللي فيها كل الناس بتاعنا الرفاقة في الحركة الشعبية الجنوبية. أنا فخور عشان ألقاكم الميزة بتاعت محتفظين بالعلاقة المميزة دي وتشاركوا باجتماعاتكم والمشاركة. أنا بشكر لكم هذا العمل الجميل. وأنا أفتكر أسباب فصلة الجنوب يعني لأن أحملها دائما في الحكومة الحاكمة. المؤتمر الوطني ما كانت في جنوب داير انفصل. لو أنت قريت اتفاقية كويس بتاعت مشاكوس هو اتفاقية شاملة يعني كان كل الناس برع على اساسا لوحده السودان وكان الناس قال يشتغلوا من اجل وحده السودان. حتى العوده اللي كانت بتحصل عوده تلقائيه يعني طوعيه يزول بنفسه. لكن الحكومه من ما شافوا جونجر ومشى الخرطوم استقبلوا اكثر من 8 مليون و7 مليون 6 اي زول قاعد يقول العدد على كيفه. لكن الحشد الكم ده المؤتمر الوطني خاف من الحركه الشعبيه وحامل مستحيل لازم ويشوف اعتقاده لو النازل خلوا بطريقه زي ده وجا خشوا الانتخابات حيفوزوا. كانوا بظنوا ده الحابش ولو جاء على السودان ده مشكله. اشتغل عشان يجبر الجنوبيين عشان ينفصلوا عشان يبقوا في السلطه. وكان ده استراتيجيه غلط لانه كانوا بيشوفوا الجنوب ده لو فات الحرب خلاص تقيل في السودان ما في زول ثاني بكل ادبه ما في زول حيسال اللي يرفع راسه. لكن الحرب من كان الجنوب بعيد امتد بقى قريب ووصل الخرطوم ذات المظاهرات بقى يقوموا بقى يضربوا الناس طلقه بقى يكونوا جوا الخرطوم. بقى يطاولوا طلاب يطاولوا نساء وشباب جوا الخرطوم كل يوم يطاولوا عجايز كل وقت الخرطوم بقت بدل كان الجنوب بعيد ونسمع خبر كان ما بتسمع صوت دانا لكن هسه الصوت وصل جوا العاصمه الغوميه وفات بغادر له شماليه وشرقيه الجزيره بتسمع في مشاكل وتسمع في مناصير وفي السودان ده كله ملتهبه. حقيقه انا بشكر الحركة الشعبية الموجودة هنا والأعضاء الناس الموجودين وكل الكوميونيتيز الموجودين هنا بارتيكولا برضه النوبة. أنا شايف حضورهم مكرمة برضه لأن أنا داير برضه أشوف وشهم كمان لأنه فترة طويل وبرضه قاعد يمسكهم يعني للأسف لما دايما غدا يجي برجع بقول لهم يا أخي الناس دول قاعدين يسألوا قال ليه أنتوا قاعدين تجي وراكم
لماذا انت تجيب لنا النوبه واحد يعني؟ بالرغم حركه بيجوا هنا ما بيجوا عشان النوبه. كان الناس اللي جوا هنا جاكم حركه شعبيه. حركه شعبيه تنظيم حزب. عندها برنامج، عندها رؤيه، عندها بيجي كحزب قاده بتاعته اي زول يقول جاء مثل الحزب خلاص يكفي. لكن برضه النوبه هنا بقول دايرين نباوي كمان عشان للاقل زول يعني شعور جوا كذا عشان يجي. وانا يعني برضه بشكركم الناس اللي جوا عشان يصبروني. انا افتكر انا مبسوط داير للاقل انوركم بسيط بتاعت الغرض لين احنا جينا هنا. ولين انا استغلنا الفرصه اللي انا قلت ان احنا لقيناها. لانه في ضروره. في ضروره بتاعت ان احنا نعمل ربط بيننا المقاتلين هنا في الارض والناس بتاعنا الموجودين في المهجر. الناس النزوه والسودانيين الموجودين برا من السودان برضه نحن نربط يفهمونا نحن نفهمهم. وحتى الناس العضويه الجبهة الصورية والمعارضة كلها يناقشوا معنا ويدونا الاراء والطروحات برضه يناقشون اذا كان نحن بنعمل في غلط في حاجات بيشوفوها ما ماشي بطريقه كويسه برضه بيناشدونا بدون افكار نحن برضه نحن بنتعامل بها. لاننا في النهايه ناس يعني هيومن بينج كان تتوقع منا اي حاجه ما كان مالين ما ربنا. وده برضه بنوريكم انا في الارض لان برضه في معلومات دقيقه برضه انت بتحتاج له عشان انت برضه عندك شغل المفروض تعمله. انت كزول سوداني وجيت لجوه لجاته في البلدان دي عندك خليت اسره بتاعك بالخلفك. اسره بتاعك ما في زول جاينا ما عنده اسره. اسره بتاعك حتى لو جبت اسره بتاعك بكون لحد يعني اولاد عمامه ما حتقدر تجيبهم هنا. اولاد اخواتك اولاد خالاتك ما بتقدر تجيبهم. الجيران ما بتقدر تجيبهم هنا. لان اي زول جاي هنا اغلبيه بتاعهم والجو هنا دانك اي زول جازف وخرج من السودان بمشاكل الموجوده في السودان وجلجع نفسه هنا. وانا افتكر لما جه هنا برضه انت جيتوا حكيتوا حكايات بالمسببات بتاعت النزاع الحصري في السودان. جوت الحصري في السودان وبعد ذاك السودان اداكم الدول اللي قدر يدوكم اللجوء. ما ساكت ما في زول ما جاء بدون يعني او جاء مغترب او جاء الحكومه رسلته منحه دراسيه ولا جاء يشتغل في القنصلات هنا ولا سفارات. الناس اللي جاء اغلبيه كل الاغلبيه السودانيين اللي جاوا في المهجر جوا في مشاكل الحصر في السودان عدم الاستقرار الموجوده في السودان والنزاعات الموجوده والمظالم وظروف الحصر والانتقالات والحريات اللي ما موجوده. الناس قدر يطلعوا برا وبسبب ده الدول قبلهم. وانا افتكر عشان كده بنقول الناس الموجودين هنا برضه عندهم قضيه لانه خلوا الناس في المعاناه والناس برضه الاسم مرتبط معهم كل يوم بيسمعوا الاخبار السيئه اكثر من وقت. وبرضه الحركه الشعبيه والجبهه الثوريه والنداء السودان محتاج للناس زي ده عشان برضه يملكوا معلومات دقيقه عشان برضه عندهم عمل زي ما انا قلت يقدر يعمل فوق واجبات من اتجاه بتاعهم. لان نحن بنشوف ونكمل البعض. نحن في الميدان شغلنا نحن بنعمله لكن برضه شغل بتاعنا ما مكمل. نحن برضه احتجنا عشان برضه الناس الموجودين برا عشان برضه يعمل الادوار بتاعهم لان ادوار مكتمله متكامله. وده بيحل القضيه السودانيه. لو كلنا اتوحدنا لو كلنا اتكلمنا كلنا اشتغلنا ادوارنا انا افتكر في النهايه هنصل للحل اللي برضينا كلنا. لكن اذا ما اتفهمنا واذا ما بتعرف انا بيسوي شنو في الميدان وانا ما بعرف انت قاعد تسوي شنو في الخارج ما في زول ذات حتى هنا ما بتلقى اعتراف كليا. الدول اللي انت جيت فيه ولو انت ما بقيت يعني عملت اجسام منظمات وقدرت تمشي تقابل جهات مختلفه وتطرح لهم المشاكل الموجوده في السودان اللي انت جيت منه هو ذاته ما بيدق اعتراف كده كويس. ويقول كان انت استغليت الفرصه بس جيت اوروبا ده لاغراضك الشخصي. لكن لو لقاك انت فعلا مشيت تطرح قضيه بتاعك وتجيب النموذج ومرافق مع الاحداث الموجوده في الميدان الدول هنا بتدق اعتباريه وبتدق حمايه اكثر. بيعرف فعلا انت جيت زول عنده معاناه وعنده مشاكل. فانا افتكر هي مهم جدا عشان احنا ننوركم ان الحاصل في السودان في اول حاجه كثير ثم غلطات الحكومه السودانيه وبعض الناس بتاعنا حتى في بعض الناس حركه شعبيه اللي عندهم وجهه نظر مختلفه بقى برضه بيلاوموا. وانا افتكر كتار كلكم هنا كثيرين الناس بتلاوموا ومرات يقول انتوا سبب لو لاحظت على السؤال ذات القبيله الحرب ده بيمشي لحد 200
السقف بتاعه قدر شنو؟ ده طبعا في حاجات كثيره بتحصل يعني ذهان الناس بيجي نتيجه انا بحللها بالنتيجه بتاعت ما يدور في الصحراء السودانيه والاشاعات بتاعت الحكومه اللي بتضلل الناس بان الحركه الشعبيه هم السبب في الحرب الموجوده في السودان، هم اللي بدوا الحرب، هم المعاناه اللي قاعد تحصل للمواطنين في 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 المناطق المحرره ده سببها الحركه الشعبيه. وناس كتار بعدك بكلام ده ما بتصحى ما بتكون في حقيقه. المجتمع الدولي بيشيل اللوم وكل السودانيين بيشيل اللوم بيضغط على الحركه الشعبيه بعدين القضيه بتنتهي. يعني المجتمع انت قاعد تشوف ما حاجه غريب ما حاجه زول بيتكلم انت شفت اللي حاصل في اليمن. اللي حاصل هسه الهوثيين هسه الدول اللي قاعد يدقوا عشان يكسروهم يلجنوا منهم. اذا القضيه بتاعك ما واضح للناس العالم يمكن يقضوا عليك. مساحهم وكل الاتجاهات يمكن يقضوا عليك. ولا بد القضيه بتاعك تكون واضحه. ولذلك انا بحب عشان الاقل اوضح قليل من الناس اللي ما فاهمين الحرب بدا كيف لان برضه الحكومه بتستخدم هذا الكرد والناس برضه الانتحازيين اللي ما دايرين الحرب ده اللي ما دايرين الحركه الشعبيه بيحاول يروج ويحمل الحركه الشعبيه حاجات ما موجوده لها. انا افتكر ان احنا لان ما بنسرد ليه كله من بدايته لكن نشيل نموذج منه عشان الاقل يخط الصوره الحقيقيه في اذهان الناس. مع ان الزمن ما بيكون بتهنئة كثير. اسمع لي وياي الحقيقه الحركه الشعبيه والجيش الشعبي لتحرير السودان لان الحركه الشعبيه الام انطلقا من الحركه الشعبيه الام هي الحركه السودانيه. ده ما حركه بتاع زول. احنا كنا حركه سودانيه بحارب من اجل السودان لتحرير السودان. كان مغالطات كثير من منو من شنو؟ نحن كانوا بنقول من شنو؟ تحرير من شنو؟ مش من منو؟ تحرير من شنو؟ في شنو غلط في السودان؟ فجاءت التناقضات بتاعت الحرب والمفاوضات وما ادراك في النهايه انتهت بالنفاشه اتفاق منشاكوس الكبيره خلت الاخوه بتاعتنا الجنوبيين قرروا بهذا الاتفاقيه عشان ينفصلوا من بقيه السودان. زي ما قبل انا قلت ما كان ارادتهم لكن الموضوع الوطني لعب دور كبير ذاته عشان الجنوبيين تنعزلوا نفوسهم في هذه. نحن انطلقنا من هناك الجيش الشعبي في الاتفاق ده كان فيه مشاكل، الحكومه لا اشتغل من هزاكه عشان لازم تخلق المشكله من ذاك. كان ما دايرين المنطقتين وبيي عشان يكونوا جزء من الاتفاق ده. الجدليه ظهر كثير جدا جدا وحتى في جنوبيين انا ذاك كان في ناس بيقول ما خلاص ليه القضيه ده كله حصرته لكن جنقرن كان له تاريخ دول ما الليل انا بعتبره في اي وقت انا بشوف في عيني لما نتحدث كان هو بيقول لو مساله الجنوبيين خلاص انا بخليكم الجنوب اقعد محطتكم انا بمشي قدام الناس اللي قدام المحتاجين النضال لان السودان ده السودان حقنا كلنا لو انتوا فطرتوا انا بمشي بواصل مع النيل الازرق مع جنوب كردوان مع غيره ما دارفور بواصل النضال. دكتور جورموي ولذلك الاتفاقيه في النهايه الخواجات لما ما شاف الكلام هو جاء في مؤتمر بتاع كل النوبه والنوبه فوضوه عشان يمشي يفوض بنيابه عننا وكان ادوا قوه وماشى ناقش عشان كده جاب الكلام اسمه اتفاقيه بتاع مناطق الثلاثه. مناطق الثلاثه برضه جا قسموها اتفاقيات منطقتين ابي قاموا ادوا الاستفتاء برضه يصوتوا مع الجنوبيين لكن منطقتين ادوهم مشوره شعبيه بوبلر كونسلتيشن. ده كلام جاء من هناك انت شوف التناقض جاء من هناك البوبلر كونسلتيشن هنا ترحمنا به في ناس جدليه كثيره في ناس كتبوا كتار حتى من برا الكلام ده ما كافي في التليفون عندهم راي قال الاتفاقيه دي جنوبيين ده جدعونا في ناس اي مسميه كلام كثيره اتغلط عن هذا الاتفاق والحكومه كانت بتدق الوتر في تيها هي الرئيسيه فانا الجنوبيين بعد نوبه واستخدموها مرتزقه وخلاها جدعوهم حس وشنو كان الفاظ كثيره في الالعاب اتعملت هناك شطاره من الحكومه السودانيه لما انا الكلام بتاع المنطقتين درجت في المفاوضات قاموا اشتغلوا جونجرن كان شاطر جدا لانه هو اخذ عبره من ال الكلام بتاع دي سبابه لونيا الاولى جا قال نحن
كلامة استيعابنا ما بيستيعابني مرتين. استيعاب ده ما بيحصل استيعابني في جوان لكن ما بيستيعابني تاني. عشان كده قال لازم يكون في جسم بدل الجيش الشعبي كجيش، والجيش السوداني هو كجيش السوداني احتفظ بقوله أي فيه مشكلة، لأن أنا ما نفذني اتفاقية ده لغلطة أي زور جيش يكون قاعد في محله، وفي جيش تالت لازم يكون الجيش اللي بيحمل اتفاقية. إذا نحن الجنوبيين قال نحن الوحدة الجيش المشتركة دي ده يكون الجيش النوال الجيش السوداني. إذا الجنوبيين قال ماشيين خلاص الجيش ده بنفرتقه أي زول يعمل جيش في دولته. الكلام هنا ده الشطارة الناس ما فطروا، الحكومة اشتغل الشطارة هنا في النهاية ما يتكلم. طيب إذا الجنوبيين ماشيين يمشوا ماشيين ينفصلوا، ما مصير بتاع الجيش الشعبي في شمال السودان في النيل الأزرق في جبال النوبة في دارفور في الشمال أقصى العادة ناس ياسر البنوك كان برضو في جيش في أقصى الشمال في حتى في أدروب ناس في جيش موجود في جيش شعبي الناس المصير بتاعهم يكون شنو الكلام ده في اتفاقية ما مكتوب والحكومة جاء مسكوا كلام ده ككرت تضغط في الزمن بتاعه. لما جينا في مراحل بتاعت التنفيذ الاتفاقية القوات المشتركة اتفاق بيقول لازم القوات يجهزوها لنواة للجيش السوداني في حالة الوحدة يدربون تريد سيكولي تكويب أي حاجة كل حاجات يدوم الحكومة رفض الجيش ده ما عملوا انتجريشن ده ما الفرتك وده ما الحرب ده هنا قاعدين بجاي وده بجاي مرتب بتاعنا برانا أكل بتاعنا برانا قاعدين زي ده في الدار هذول ذاك بهناك وده بجاي لحد ما شكل ده بدا ليه؟ لأن الحكومة كان عنده نية بيتة بالكلام اللي حسن قاعد يقول. إذا السؤال طرح ليه الحكومة ما جهز الجيش عشان يكون جيش نواة؟ كان رفضت خالص. الحاجة الثانية أنت شفت أنا أعجاز كثيرة بتاعت الحصلة في انتخابات ما أدراك أنا وزمان كان حاضرين بنوركم كل وقت ما حضر تم الشنوع. لكن أنا بتكلم الكلام بتاع العسكري. نحن بدينا من 2008 و 2009 الجدليه لل 2010 بدينا في مصير بتاع الجيش ده هيكون شنو؟ لان هنا جينا انسحبنا انت سميته باقي الجيش المشتركه الباقي الجيش الباقي يمشي حدود 56 مشينا مره هناك ومشينا باقيين قوات رجع لحد بنتي وغيره وفي باقي الجيش اللي كان في فرق ثاني في الجنوب كله مستوى الرئاسه كان موجودين هناك لكن ده كان في منطقتين انسحبناهم باقي بس 6000 هي 3000 من الجيش الشعبي و 3000 من القوات الشعب المسلح بقت 6000. نحن لما جينا بنتكلم كلام المسكوت عنه ده لما خاصة السنة الرابعة لما الجنوبيين جو قالوا شافوا الوحدة ده ما عندي مجال لأن الحكومة ما مستعدة للحاجة ده مشوا لقرار بتاع ماشيين ينفصلوا. بدينا نتكلم الحكومة كده خلينا نقعد في الوطن عشان أناقش مصير بتاع الجيش الشعب اللي بيكون باقيين. الحكومة كان دائما في السرد بتاعه ما عنده أي فرصة ولا مجال عشان يتحدث من الجيش الشعبي. الجيش الشعبي ده الجنوبيين استخدموهم جندوهم استخدموهم في الحرب وانتهى الجنوبيين خلوهم يدوهم حق بتاعهم. مش اسألوا الجنوبيين اللي استخدموكم. وانتم شدوا سلال للجنوبيين تعالوا انتم مواطنين من رحب بكم. تنين كسودانيين وكمواطنين بنقبلكم لكن كجيش ما بنقبلكم. الجدلية ده ماشي كتير مختطفات. احنا لما مشينا الديبلي بتاع 2011 احنا الجدلية كانت في اللجان كونوها فترة بعد ما بعد الفترة الانتقالية برينترين بيريود ده اللي المفروض تحصل في اللجان سياسية اللي فك الارتباط والجيش اللي فك الارتباط كان اللجان موجودة. بقينا نناقش في اللجنه المستوى العالي لو كانت موجوده دانيال كودي واحمد الهمده من المنطقتين كانوا موجودين في هذه اللجنه الامنيه وفي لجان ثانيه موجوده لجنه سياسيه اقتصاديه وغيرها عشان بعدين كيف يقسم الحاجات بتاعت السودان ممتلكات السودان وغيره وحاجات كثيره كان في لجان كثيره وانا كنت واحد من انا بديت من القوات المشتركه انا كنت في كادولي وعضو لجنه الامن بتاعت الولايه وكنا من النادر بعجب ما في زول يستمع لحد لما انا جيت دخلت مشيت الجيش الشعبي الام عينونا في عضو مجلس الدفاع المشترك بقينا نناول الكلام ده في التربيزه لان ده كان جدليه كيف يحصل فك الارتباط دي. الحكومه كان يعني بس لغه واحده انتوا خدتوا سلاح
تجونا مواطنين. نحن لما نكون في التربية زي ده بقول يا أخي أنا أفتكر في أحد ذاته يعني صديق عامر أسر بقى مدير جهاز المدير الاستخبارات في سنوات هو فريق. فنحن قاعدين نتجادل قاعد قدامي زي ده لما قاعدين نتكلم وقال لي أنتوا قال لي جمسوس نازل تشيل منهم سلاح لو ما قدرت تشيل منهم سلاح مد يده ده مسك مسك دبوره بتاعي قال دبابير ده ثاني ممتاز صفى انا ما بنشوفه مسك انا ده نضربه كده يا مسك يدي صفته في التربيزه قدامي زي ده سوزازات بدا كده قال انت ده ما بنشوفه اجي قلنا له لما جاء قال لنا يا اخي احنا فكينا الجنوبيين اللي كانوا في الجيش والميليشيات واديناهم حقوقهم واديناهم مواطنين للجنوب الجنوبيين خلوا يعملوا ذلك قلنا لهم يا اخي في فرق بين الجنوبيين اللي كانوا في الجيش السوداني وفي ميليشيات كل الناس كانوا خشوا وظائف الجيش اللي كانوا في السوداني خشوا لوظيفه ما كان الجيش ثوري ما كانوا بنادر انتم حق دايرينه دايرين مرتب نصيح حالاتهم وكده الميليشيات دي الحاجات دي تجندتوهم استخدمتوهم عشان تضربوا الجنوبيين بيناتهم ما عنده علاقه بالجيش الثوري نحن عندنا قضيه اهملنا سلام من اجله ما ماشينا للجنوب عشان الفساح ولا عشان الشاك نحن ماشيين للجنوب لأنها قضية وطنية قضية سودانية والجنوبيين سبقونا في اللغة بتاع السلالة العالم انت ما قاعد تسمع اي لغة الا لغة السلالة البصمة الطرش ولا الاميانين ديل جنوبيين في جنجوان شاكلوا معاكم وانتم مشيت اديتم اتفاقية بتاع ذات سبابة اديتم اقاليم الجنوبي في ثلاثة اقاليم واديتم سلطة عملتم وزارات عمل وزارات بنا وسلطة عشان كده نحن لما يعرفنا السلالة بيعمل الكلام ده نحن ضمينا للجنوب عشان نحن برضه نلقى القوة اللي انت كنت تسمعوها ده لكن ما كان عشان نكابر الجنوبيين ولا الجنوبيين كانوا بدون حاجه. نحن القضيه بتاعتنا زي الجنوب شال الحق بتاعك منكم نحن برضه الحق بتاعنا لسه ستيل باين للجنوبيين عندكم انتم. كان بيشوف كلام فارغ. تكلم رئيس الاستفتاء قال ما تتكلم معنا. الكلام ده تورّاه دانيال كودي الحس جيران برضه هو كان ما شغلت في اجتماع ما وقع اتفاق وقع كان وقت ذاك رئيس لجنه انا بتبادلوا كل اجتماع يكون في رئيس لجنه من الطرف الثاني هو من الحركه شعبية حزه كان هو رئيس لجنه في اجتماع قام وقع الدرب عشان يجردونا لما اكتشفنا الكلام ده عبد العزيز طوالي ماشي لقى الكلام ده قام ماشي قبل سلفه وبرمشير ماشي قابله في جوبه ناقش الكلام ده بشديد جدا جدا سلفه زي عبد العزيز طلع من الاجتماع قال للسلفه لو بقى الجيش ده عرفت تشيله من السلام انا طلع من الجيش قال امشي جردوهم سلفه قال البشير ده انا ما بجرد الجيش انا ما وديتهم سلام لان خشينا قام بزوي زول جاب سلام بطريقه بتاعه وين اللي قديم بتاعه انا اقدر بشيله منه سلام انت الان بليزوا عليهم بسلام انت لو قادر تشيله منه سلام لكن انا ما حجرت سلام من الزول المجتمع الدولي لما خرجنا الاتحاد الافريقي لما شاف قال قام ادوا دعوه لنا ماشيين جا كونونا لجنه ماشيين مفاوضات في اديس ماشيين عشان نفاوض النادي قال ما بتفاوض معنا خالص لان بس نسلم سلام لما فوضنا هناك الحكومه الجماعه بجاي ماشي كون اللجنه في جرهام جرهام عمر معاه اثنين بتاع الامن والاستخبارات وان بتاع الاستخبارات هم اربعه وجو وانا عبد العزيز عيني وانا بلقى ورمضان حسن ومنو ثاني اثنين كنا اربعه احنا ماشيين جلسنا اول كلام جرهام ونبابي قال يا اخي بترحب بكم وبشكركم جدا ووصل لكم سلامة الرئيس ووزير الدفاع يعني هنا جينا قلب بيضاء ويدنا بيضاء لكم نحن قعدنا درسنا الموضوع ده لقينا انتوا ابنائنا وابن جدتنا والجنوبيين استخدموكم وضيعوكم وجدعوكم نحن برضو انتوا ابنائنا ما ممكن نجدعكم ونحن جينا للاقل عشان نقعد معاكم عشان انتوا تسلموا سلام للجنوبيين وتجونا نحن نستقبلكم في وطنكم نستقبلكم ده الشروط بتاعنا الاولى تخلوا سلاح وتجوا انتوا يعني مواطنين في الدرجه الاولى بعد ذاك نحن نشوف منو اللي بيقدر الجيش منو القوي اللي بيشيل الجيش اللي بيقدر ومنو اللي بيقدر في بوليس ومنو بعد ذاك الباقي ده نودهم دي ديار ما شاء الله هذه ان شاء الله نودهم دي ديار قلت لهم كويس نحن يا مركزو كلام بتاعك ده ما بنش بعيد انا مش مركزي مين جرهام انت نوباوي وتعرف تركيبه بتاع النوبه هنا القبائل نص مسلح دفاع شعبي وشرطه شعبيه شرطه ياتو وبالطيره وغيرها مشاكل دي كلها انت لما تيجي تشيل سلام من اهلك والاتفاق مشهور الشعبية ليس ما عملوا وما عمل عدا ما نشوف انت بشوف اهلك دير يمشي بيدوم نهايه للجنوب انتهوا منهم عشان انا لما
عشان اقدر ابيد النازل. انت بتشوفه كيف يعني رايك الشخصي بالني كهنت النواوي ذاتي خليك زي الفنادر انت في غوا شعب المسلم لما تشيل سلاة من اهل التخلدين وسلاة دي وفي دين النازل كله. ادانينا دير الجيش الشعبي باتفاقيه ادانا شرعيه كجيش، لكن الدفاع الشعبي ده هل يمكن تغناني بان دير المؤسسه عسكريه؟ ده ناس كافيتيار عمير، ده امير بتاع الدريف البرام، هو ده قائد بتاع الدفاع الشعبي، وامثاله كثير مكوك وشنو سلاطين وعمره، هم قادات بتاع الدفاع الشعبي وعمره بتاع الدفاع الشعبي، ده قاعدين في الفرقان لانه لنا عايشين في الفرقان معاهم يعني. عارفين طبيعة دول في فريق، بس لو في شكل بيشيله بيجي في شكل ولا فقر ولا غنم وخم بيمشي فريقه. ده انت بيعتقدوا كيف ديل عشان انت تخلي لهم سلام يا امثالهم ده وتجرد سلام من الجانب واحد. كانت قال يا اخي احنا بس نينا حنينا لحالتكم ونحن دايرنا انتوا تفهموا الوضع وتحطوا سلاح تحت وتجونا مواطنين، ما عندنا اكثر من كده. يا حزين استوعبوكم على شروط بتاعة الجيش، شروط كمان لأن قبيلة شروط يجي يطلع يصير يده مقطوع عيله كيف شكله يعطوه يطلعونا زيرو كله. بعدين الجدلية بدأ من هناك لأن في ناس أنا ده قاعد نشر الكلام ده كانت كتير بدوك وتر في خالة بتاعتنا كبارين كان جزء منهم قاعدين يحمل الحركة ويجيب كلام زي دي. نحن بعدين الجدلية مشينا مفاوضات هناك ما نفع، جينا اجي خلاص بدأت الحملة الانتخابية خشت في النص. نحن وصلنا في مع المسدود، نحن سلالة ده قمنا خطه، سلالة ده ذات نحن خلينا نقعد في اتفاق، الاتفاق ده نحن قمنا نكرر الخطأ اللي حصل في نفاجة. قلنا له الخطأ ده أنتوا عملتوه، ما دايما بين ده السودانيين قعدوا وعملوا الاتفاق ده بإشراف من الدول. نحن خلينا نقعد في الوطن برضه نعمل اتفاق. الفترة بتاعت الجيش ده الفترة الانتقالية الجاية ده الناس المشورة الشعبية اللي أنا بقول البرلمان المنتخب بيجي بيقول رايهم عن الاتفاق ده وراي عن النيابة عن النشاب، يمكن يجي يقول الاتفاق ده ما كويس، يمكن يجي وصل يخش المفاوضات مع الحكومة زي ما مكتوب واتفقوا تاني 10 سنة فترة انتقالية ولا كيف ينفذ الاتفاقية. الجيش ده بنحتفظ به لحد الاتفاقية دي ينفذ كيف، لأن الجيش ده سياسيين، لأن شال السلالة قضية سياسية. بعدين خلينا لما نجد القضية ده اللي بيتفق المشورة الشعبية أول بعد ذاك القرار اللي بيطلع منها من البرلمان والاتفاق اللي متفق عليه بوضع لنا الرؤية بتاع الجيش بتاع العالم راح يناقش الجيش ده ذاته. لكن هنا ما يمكن تقول حسن يشيل الجيش وناس لسه ما ماشي انتخابات حتى. اختلفنا وصلنا مع المحدود الاستاذ مسدود ونينا بعد ذلك انتقلنا لكلام اللي انتم سمعتوه. مر بشير مشى المجلس الاداري سيد البشير سيد هارون محمود هارون قالوا مشى هنا قال الحركة الشعبية ده لو ما داري يصوت في صناديق الاقتراع ده أنا بحاول صناديق الاختراع ده للتغيير بمرس الجلابية والعمة والبس المير الكاكي واركب بقي يقلد في القزافي اركب الخيول جبل لجبل خور لخور بيت بيت. أنا كان أقول بشير ما كان عارف اللي يحصل لقزافي شنو، ما كان عارف كان ما بقلده، ولكن حيوصل مرحلة القزافي ده حيوصل حنوصله مرحلة القزافي تقليد اللي قلده ده حنوصله له. التاريخ ده ما برحم، ده كلام رئيس ما ده اعلان. لما تقول انا بقلب الصناديق الاختراع للزغيرة انت بتوقع شنو؟ خلاص الانتخابات بدا ناس صوتوا الناس كلها في السودان عارفين في الجبال نوبه والجنوب كردفان واي قريه عارف عبد العزيز فايز، لكن قال لا ما يمكن مالك يفوز ثاني نرد الولايه ده للنازل. قلنا لهم رضينا تعالوا نغلى من عرف فايز غصبا عننا قبل ما نحن نعمل طعن دستوري في الانتخاب النتيجة اللي تمت ونقدر دارو مش هذا القسم غصبا عنك انت هذا الامر. ما في مراحل انت بتدي فرصة الناس يعمل طعن ويعمل محاكم ومحاكم دي بتدي نتيجة حتى بعد ذاك الناس بتصفوا الحاجات وبعد ذاك بيجي زول بيجي بده القسم قبل الحاجات ده مش هذا القسم تحت الامر. يعني قلنا خلينا نمشي كون حكومتنا ونكون جزء منها، ده قرر الحركه الشعبيه طلبوه. امشوا كونوا الحكومه بتاعتكم ده نحن هم نكون جزء منها، خلينا نقعد ننتظر الانتخابات الجايه. يعني ذاك طوال بقى دبابات خاشي ابطيره خشت كم 300 عربيه جاري يمشي كرونجو استعراض يطلع حبار مدورين لا في استعراض في سبب شنو؟ الجيش بقى تخش
لان ما كنا خلاص ليش اللي قاعد تحصل؟ وجيب لنا النتيجه بتاعتكم وصوروها وما صوروها مش كور حكومتكم. اللي بيجيب الجيش راجي شنو؟ بيجيب دبابات خش الولايه شنو؟ فجأة يوم 23/5 23/5 الجواب جاء من الرئيس الرئيس جد الرئيس رئيس هيئه الاركان المشترك بتاع قوات شعب المسلح. جواب مكتوب لجيمس هوس رئيس اركان الجيش الشعبي مكرر لي انا قائد الفرقه التاسعه مكرر لحمد الامده قائد الفرقه العاشره معلوميه لعبد العزيز معلوميه لملك عقار. الجواب ده قال لجيمس هوس انت تجرد الجيش الشعبي الشمال. نحن قررنا يوم 1/6 حنجرد اي زول اي عسكري في الجيش الشعبي موجود في شمال السودان لا مشتركه لا غير. حنبدا تجريد بالقوه. فلتفضلت تجرد الثلاثه قبل ما يجي مهله اديناكم مهله بتاعت اسبوع لحد يوم 31/5 سبعة يوم ولا 8 يوم. احنا بنجرد ثلاثه بالقوه. لما لقينا الكلام ده ما خلاص زول قال جاي يشيل سلاح يوم كده بعد اسبوع. حتى لو انت داير تشيل سلاح تجمع سلاح ده كم الف عشان تجرده في اسبوع واحد بدون نظام بدون اي حاجه مؤسسات شنو انت بقول لك منين اتفقنا نجيب لنا ده عشان يجردونا. ما في مراحل عشان يتعرف على الناس يسجلوا الفورمات يسجل و و عشان يوريوا كان عسكري وكذا كذا لو في حقوق لو في اي حاجات ثانيه. ده كلام ده حصلت قبل التعيينات بتاعنا بتاع جاء الامداد بتاعنا جاء من الخرطوم جرارات قريب لي كم 40 جرار جاي بيشال تعيينات ماشي جاوا ماشي ما وقفوش على جر الزلمه ماشي ودوه في صرف. الرسول قال ما في مشي للجهه السابقه قوت ماشي اجتمع في الاجلام ماشي طلعوا قوات قفلوا البوابات بوابه ماشي البرام بوابه ماشي بعد ماشي مسرديبا ماشي حتى بتاعت المطار انت راجل الدلن هناك بس الحاميه ده موجود وما انت ماشي الاميري برا هناك كل شوارع قفلوا المدن ما في قرر ما في بضاعه يطلع ولا بضاعه ولا بسكويت ولا اي حاجه يطلع للمناطق ده برا برضه في الدلن الشارع ماشي سماسم ماشي الجلود ماشي سلارة ماشي قفلوا الشوارع ده كلها ماشي مناطق الحركه. انا قمت من الجامعه جيت قابلت لجنه الامن قلت لهم ده شنو قاعد تسوي فيه؟ لجنه الامن مكون فيه ناس الجيش الشرطة والأمن ذاته كله والوالي وشنو نايم. قلت له الكلام ده بيجيب شكله الجيش لو قاعد يومين ما أكل حيفرتكم من إجابة حيخش ولو ما يخش ما باكل بالقوة. ليه الكلام ده يكون موجود؟ حتى البضاعة طيب البضاعة عشان يمشي ليه تمنع البضاعة؟ قال لا غير رجعي من وزير التجارة ما في أي حاجة يمشي للجنوب. قلت له أنا الجنوب ده بالجاوة ده قاعد تقول الجاوة ده ما بيهر الله بيهر ده ما الجنوب. طيب ليه تمنع الاكل؟ طيب اذا كانت جاودة بالجنوب المناطق شنو كودة او سردوب المناطق اللي هنا ده ما في محليات وفي محافظين بتاعتهم بتاع الحكومه ليه تمنع الحاجات دي؟ مش الميم قالوا خلاص هنا بنسال الناس ورا بنهي المشكله ده. فجاه عندنا عوض انجليزي قوي ده من مكه مكه بتاع سلاره فجاي من بيته وكان تعرضوه كده في زمان لانه كان اول زول دم على النجمه من الحركه الشعبيه وشنو كده تعرضوه وكان ذاك قام خلى جدر في الجيش لكن جينا نزلناه لانه كان عيان قاعد في بيته يتحرك من سلاره بعربيته راكب ما ولده الساعه 8 7 9 صباحا ماشي في من نتل مريسه للدلن جوه العامل بس وقفوه في خور قام نزلوه ضربوه قدام ولده ده قبل اي حاجه. عندنا ناس ماشوا فراشات وبجباحه و تلودي والليري وأجدة والعباسية أكثر من 150 عسكري جردوهم إنه مسلح. في ناس عزبوهم جردوهم فكوهم إلا بأنكس زول في كوبا أنكس مشل الخلايا الدين دون زود قوة بتاع مشتركة جردوهم بهذا الأسلوب. بعد ذاك لما أنا الفترة باقي يومين آخر يوم يوم أربعة تقريبا أنا بذكر يوم أربعة في نزل جمع القوات في صرف هناك قدام طالبان عشان يمشي يبدا الهجوم يجرد الجيش يبدا من بيت عبد العزيز والمجمع ود التعليمات اللي محطتهم الخارجيه كلها عشان في ابن نوبه رفض في مساعد العدو يستشهد قتله
رفض قال انا ممكن نضرب ليه؟ انت جبتوا سلام ونحن عشنا النادي 6 سنة وقاعدين سوا كيف نمشي نضرب بيناتنا تاني؟ نضرب بيناتنا في شو؟ لو في حاجات تمشي يهلونا نعم نضرب قبضوا مجموعه كده قبضوا في مجموعه كون نفسه جا قابل عبد العزيز بالليل جلس 11 طلب قرب قدر التليفونات وجا له الحراس قالوا لازم نقابل عبد العزيز في حاجه عاجل جو لما عبد العزيز ودوا خبر طلع ونزل رسل لمحلنا غايد المشترك جا اجتمع للنادي النادي قال ادونا توجيهات نمشي نعمل الكلام ده لكن رفضنا لان زي سريه وشويه لنا قررنا ما نعمل حاجه قررنا ذاتنا نضم للحركه ونريد ان توروني اتجاه بتاع النادي لو ضربت له نحن بنجي نخش بوين عندنا نجي ننسق معاكم. عبد العزيز كلم معاهم بالليل ده ضرب ليه؟ كلم معاهم وبعدين ورا محلنا كده مش خطه قال له انتوا كده اقعد نشوف التنسيق بعدين شنو حتى اديهم موتريل لواحد عشان يبدا التنسيق وشنو اللي حصل ممكن شوف شنو ماشي يحصل. الناس دي الفجر راجعين لقوا ناس موتريل قبضوهم نصهم قبضوهم ضربوهم قبضوهم جدوهم السجن. بقت قريب صباحنا صندورين الساعة شاف ما طلعوا من الهيلة الساعة 6 خلاص مرة واحد اثنين عساكر كان نام في الهيلة جاي راجل عندنا سكواد كان مع مشترك كان شرطة عسكرية في صندورين أطلق غلبة صغيرة ضربهم طوال اشتبك ناس اللي في الهيلة الكونفلاجيين مواطنين اللي عندهم زرع من السلاح دارهم جماعة دارهم خلاص ناس كلهم جا شكل شوية جاكل النهار كله هنا طلعت ناس صندورين الناس خشوا هو يا جماعة الحصر شو يا جماعه كلام دي وقفوا سلفه بيناك ناس مالك ناس ياسر ناس بنوك كله في النهايه اتصل وقال كلام دي الحقوا اما دارون قال خلاص انتوا جيبوا اللجنه سري خلي اللجنه هنا دي بعد يوم ده كان يوم 5 طبعا انتهى الامر ده يوم 6 صباح كلام الناس اتصالات يوم 5 كله كونوا لجنه من الخرطوم لجنه بتاعتنا في مجال اول كان مدير نائب مدير الجهاز وفي ياسر عرمان وفي اسماعيل خميس جلاب كان وزير ده الوفد اللي جاء من الحركة من الخرطوم ويلا من الوفد بتاع الحكومة برضو جو وكل ده أنا بالليل ده أنا وديت التعليمات لأن الجماعة دي قلت لهم عبد العزيز طلعوا لما شكل بدأ فجأة قلت لهم عبد العزيز شيلوه بالقوة طلعوا عبد العزيز خليه ودوم على من الحامية في التفاهم أبا يمشي الجيش رفعوه قلت له رفعوه ما شكوش شعلوه رفعوه ودوه طلعوه ودوه مجمع ونقول الحراسة بس يفضل في البيت ويفضل أجل لكنه ما يقعد في البيت بعدك بعد ما طلع فعلا كانت تليفونات واتصالات جت تم الناس الوفد ده جو وصل لما الوفد ده وصل مشوا لعبد العزيز هارون قال له محمود هارون قال له يجيب عبد العزيز اجتمعوا في القصر والقصر نفس الوقت عفروا خنادق في داخل القصر وفي جيش موزعين في القصر اللي نزل بعرف القصر ده هنا في الخوره جنبه مناطق وفي المطار وامروا خنادق وخطوا الجيش وزعوا عشان عبد العزيز لو ماشي جاونا الخلا هناك جاء وصل لنا لو ما دار يرجع بالقوه ده يضربوه يقتلوا يقبضوا بالقوه ده كان خطة بتاعت أحمد هارون وخنادق يهود وجيش قاعد الناس اللي جو كلهم شهود جاء لما جاء عبد العزيز ماشي عين لجنة بعد ما قبل الناس لما جاء قبل ما شالوه في المجمع قاعد معاه كله لجنة فيه ناس كلوكا وناس يوم حنا ده رجع ده ومعاه ناس كوجا وناس البوسينة معاه ناس رمضان حسن وناس تاو مجنون كله كونهم وجو جاء قبل جاي اجتمع في القصر في النهاية اتفقوا أن الحرب ده يقيف لازم كلام الحزب في مدورين ده ما يمد نفسه لمحل تاني والناس اتفقوا قال خلاص سلفة ما الرئيس يجوا يجتمعوا عشان يهلوا القضية ده كلام اتفق يقيف هنا لحد الرئيسين ايش يجتمعوا عشان يقدر اللي فاجئ طيارة تحركت ماشي المطار بس مجرد طيارة طالب يشوف الزول ما عشان يقبض الناس نادى كالوكا ونادى مهنا قال له يركب معاه عربية بتاعه ده الوالي جابهم في عربيته خلى عربات فيه بتاعت معنا فيه وعربية بتاعت عبد العزيز هذا وكالوكا كان جابوه كان راكب قام شال وركبهم في عربيته في هناك من بس الطيارة طارت إذا هجوم دبابات هجوم شيلنج لبيت عبد العزيز والمجمع قوات متحرك شكله بدل المدينة كلها الديب ديب الناس اللي جو منهم مرتين كسروا الغابة ذاك ناس تاو ناس محكوجة ناس منوفات لكن النفرين دي خلاص في عربية عبد العرب سالهم ودهم القصر فجاه قال خلاص بقى ما بشكل خلاص دورة اول نفوت فوت ما فوت شنو المهم بقول الجماعه خلوا نازل يوقفوا شكل استخدموا دم تليفونات ضربوا لي في الجو معانوا الكلام كثير ما عنده معنى في النهايه فكك اللقاء قال له انت امشي خلي عبد العزيز يجي عشان نهي الكلام ده خليه يجي انا بفك الزول شال العربيه بتاع عبد العزيز مسكوه وقام شال العربيه بتاع غاية المشترك قال لك قال له اركب وامشي فوق. ده حصلت في كادوغولي. ضرب حصل امتدت شواعي
اي زول اسود جنودك بس انت مؤتمر وطني ولا ما هو جنودك الدعم السريه مش الدعم السريه البطيره اللي جابوه ده والامن ده عمل عباده في يعني الابريه اللي حصلت في كازولي ده مشكله زول جرى برقبته خشم على اليمين مش اللي قلت له يوم ما عمد بحر ده جرى لحد وصل اليمين مش طلعوه من اليمين ضربوه في جمع بحر نغيم جمع بحر كره واحد وشغال مليون طلعوه من اليمين ضربوه كره والتاني وده خشب وخرا الحي ده كسروا له وبتاع جذاب خشب ما بيلي اليوين شالوا وداه لبيت لأن كان تابعين ما في زول شوي شكل بدل في ناس كتار بت يعني نازل بيتكلم إسماعيل بيقول عبد العزيز ما شاورنا في الحرب ده دانيال بيتكلم عبد العزيز ما شاورنا في الحرب ده أنتوا قيموا الكلام ده كان أنت متوقع مننا نستسلم مش نقول أحمد أعرون ولا نمشي الفرقة ندور الجيش ده نقول لهم خدتوا سلاح تهد مين وائل ده القتل والتجريد والضرب وماشي والشيل المحونات وضرب للناس ده ما حصل انت بعد ده قيم انا كذاب ما كذاب نحن طلبنا بالتحقيق دولي والحقيقه دي تحصل المجتمع الدولي وقت ده كان ذاك ما خدت باله بعده حنينا حنجي في يوم ذاته ولا ساعات كانوا يجيب حيمصورها ينتور كده ما داري يدخل يده في الموضوع ده اسمعوا وبالرغم من المنظمات الدوليه لما جه خم المواطنين المادي شوي ما لها كم مقبره في ثلاثه مقبره جماعيه كبيره موجوده يعرفوا لكن ما في زول داري يتكلم وقت ده كان ذاك الان حتى الليله ما داري يشوف العالم كان ويشوف الحركه ده حتنتهي مع جنوفات كبيره يبنوها وراه بيسوي شغل ما كان زول متخ والمؤتمر وطني احمد هارون بيجي بالزياره في الجاو بيمشي لنا في مشتركه لنا في الجاو اللي ملوه جماعه بعكاكيس بيدرب شاف قال لازم ما عندهم سلاح وبستين ومشردين قال ما بعمل حاجه درب حساباته الناس دي والله بنغلى منهم انتخابات ونضربهم يوم واحد ينتهوا يسلموا تضريب استخبارات معلومات غير دقيقه ما محتاجين وما اعرف النوبه هم من ما اعرف من النوبه دي الناس النوبه اللي هو الحرب في الانجليز الحربوا موجودين في كل العالم ده العالم العربيه الحرب العالميه الثانيه مش عاد ذلك اي دوله في انت لو مشيت كونغو تفرق في النوبيين هناك من الحرب مشيت كينيا ويوغندا وغير دول كلها ما حسبوا ذلك الجيش البغادر السوداني ده اللي نزمنه قال حيجردونا في ساعه شكل بدر نحن عندنا 13 يوم دخل كادوغو 13 يوم حركوا الجيش من وين من الخرطوم ما خلوا زول في النهايه ليه عرس الجمهوري ذات جابوا قوات الخاص القوات ما نفع عرس الجمهوري ليل ليله نحن موجودين في جبال نوبه ده شكل بدر كده لكن بعدين يجي الشكل بعد ما بدا مشاكله كتير ما قدر اتطرق عليه نحن دايرين برضه نقول بعد شهر كامل الحكومه ما قدرت وبشير طبعا يعني شطارته ناس المجتمع الدولي خشت دخلت الافريقي الاتحاد الافريقي جبر الناس مالك عقار كان وقت الحاكم لسه ما بدا يشكل ماشي مفاوضات ماشي وقت اتفاق اسمه مالك عقار مالك ونافي بقول عقار ونافي سوري فاتفاق ده بشير لما الرجال ما شرط اتفاق قال عبد العزيز قاعد يهين الجيش بتاعي يقتل الجيش قتل الجيش كله في الحمراء وحانهم هنا المواطن ده مش وقت اتفاق قال في صلاه الجمعه اي زول شريطه موجود فيديو التلفزيون اي هنا عملنا ريكوردد موجوده ده كلام ما بيتكلم بميكروفون عشان بكره زول مغالى ده كلام موجود وجرايد مكتوب طلع في صلاه الجمعه قال انا اديت تعليمات للغوي شعب المصلى يمشي اخد عبد العزيز ثلاث يوم يجيبوك التامين مربوط يحكموك قدامي اسري انا ماشيين اربع سنه ان شاء الله ثلاث سنه ثلاث شهر ثلاث يوم ساعتين نحن هسه قفلنا اربع سنوات ونحن كبرنا حنمشي يا حاج 100 سنه ان شاء الله يا كوماندر جوده في الميدان اسمعوا ايه انا افتكر الناس اللي بيظنوا كان نسلم نفوسنا ما حنستسلم لان ده ما قضيه شخصيه عشان الليله عشان تستسلموا للاجل عشان يبقوني وزير عشان يبقوني حاكم لنا عشان ما حرمنا عشان الوظائف وحرمنا عشان قضيه عشان الحق عشان الحريه بتاعت ناس عشان الارض عشان الثقافه بتاعنا عشان اللغه بتاعنا عشان الكيان بتاعنا تكون موجود ما عشان نظريه الناس دار عشان نحن نستسلم نفوسنا عشان وده موقف بتاعنا زول اللي بيشوف
كلامنا خطأ ده نحن أنزلنا حنواصل عنه نحن بعين الحصل لنا بمواطننا لأن الحصل ده أي مواطن في جبال نوبة مرة جينا صغير وشنو ده انت قاعد تشوف في فيلم بقى حس يقلد الطيارات اللي بدوكم ده بقى يرسموا يجيبوا خشب يصنعوا قال لازم يصنعوا الطياره يمشي يدق البشير انت قاعد تشوفه في الفيسبوك كان صغار ناس وصلوا لدرجه كلام الاستفزازات اللي حصلت لهم ده ما في زول بيستلم من حقيقه انا قاعد سياسي ولا قاعد شنو عشان يجي نظر اقول ده ما كده كان المفروض يحصل كده الشعب ده قرر الشعب جوا الموجود الفتره في كادوره ولا الدرج ولا الغرطوم يوميا بتقاتلهم بقشرهم بقول لسه إسبانيا لما نتورد يا جماعة جرب بقول إسبانيا ويجوا شايف بطيء سجنو يعزو بكرة لسه بقول إسبانيا ويجي جوا الحكومة النضال امتد ما بس في الغابة في جوا المدن كل يوم يعتقلون الجليلة منون أزمن كل يوم تعذيب وكثير ميات موجودين في السجون ده الحرب بدأ هكذا أنت قيم الكلام أنا قلته ربما أنا مدعي لكن ده الحاصل أنا كنت قائد العسكري أنا يوم ماسك الجيش أنا يوم حركت الجيش من جاو لما تشكل بدأت كادو اليوم الثاني انا بعدها قديت تعليمات جيجي بدا ايفري واير بدا الحرب في ناس زعلت مواطنين الحميات الصغار في شتات مناطق مواطنين راحوا طردوا القوات طردوا يعني اكثر في ظروف الزبوع حررنا من اكثر من 60 حامي من القوة من الحكومه ده النتيجه بتاعتنا الحصلت وكانت الحكومه هي غطاء على النوبه غدا دايرين الارض في بترول ما دام الجنوب فات في بترول وفي تعب في حديد في شنو ده دايرين الارض ما دايرين الزول فيه عشان يستخدم اي نوع من الاسلحه الموجوده في العالم ده يستخدموها هسه وبيستخدموا امبارح انت شفت الاسلحه الداكه في كوده شوف الزغاير الانبوبيه الممنوعه عالميا دليل كل يوم ما في حاجه ما يستخدموها لكن نسب ان ربنا اللي خلق الانسان ده هو موجود ربنا ده ما ممكن يخلي انسان يبيد الا بارادته لو ربنا غرض يبيد الدنيا يقلب بحر هسه ده ربنا عنده قدره ده لكن ابن ادم ما بيقدر يعمله الحكومه ده ما خدت مهما كانت جاب قوات من برا جاب دعم من برا جاب طيران جاب اسلحه كيماويه جاب شنو ده ربنا الخالق الانسان ده هو موجود والحرب اللي قاعدين نحارب ده قاعدين نقول فيه حرب فيه الهيه حرب الهي لان الحكمات اللي قاعد تحصل ده لما هجوم يجينا انت بتتوقع العدو ده انت بتشتته بقدره الله انت بتشوف الناس حزمت القوه ده ولقيته فيه غنائم كبيره جدا اعتاد بدعمونا دعم كبير جدا جدا عشان كده ما نقول ربنا معانا في هذا الظروف السيئه اللي احنا قاعدين نحارب فيها وده الكلام بتاعنا ونتيجه لذلك في معاناه امتدت كبيره جدا للابرياء لان الحكومه سياستها عشان تجبر الحركه الشعبيه عشان تنهي الحركة الشعبية عشان الحركة الشعبية تستسلم عشان الحركة الشعبية تنحار والجيش الشعبي لازم يضرب الأبرياء المواطنين لأنه بيشوفوا المواطنين ده لو واقفين لسه فضعهم الجيش وأبقيهم مع الجيش الجيش الشعبي ده ما بيسلم نفسه عشان كده الضربة الموجودة ده الحكومة الطيران وكل الهجومات ده ما بركز مع الجيش كله ده مناطق بتاع مواطنين أبرياء كل يوم انت لو مشيت جبال نوبة أكثر من كم ألف يا الأطفال صغار مغطين يدين مغطين كريات انت بتشوف الحالة نساوين لما تشوف الحالة انت ما بتصبر يوم واحد ما بتصبر وده الحكومة قاعدة يمارس الكلام زي ده بيحرق قرى مساجد مستشفيات المدارس ما في حاجة أي زنكي موجود في جبل لوبة ما داري يخلوه حاجة كده أبيض من شاف تيت ما داري يشوف وهكذا في دارفور انت قاعد تشوف ما يحصل في دارفور في دارفور قاعد يحصل لما احيانا نقول هنا في جبال نوبه لانه عندنا مناطق محرره ومناطق جباليه ونحن مارسنا الحرب قبل كده عندنا قدرات على الحرب لكن دارفور ما كان قبل الارضيه بتاعته ما بيساعد القاعد تحصل اباده ارض بيمسحوا بيجيبوا يجي خططوا خطه ثانيه يجيبوا ناس ما من اصل بتاعت المحله يجي يسكنوا يبنوا لهم بمباني ثابته ويسكنوه ازول اللي جاي عنده والجار الناس هذا بكره لما يرجع سلام يجي يمشي وين؟ بيتي ده شالوا خطوا ده بنوا مواد ثابته من كل زول ثاني. ده اللي قاعد يحصل. امتدت قاعد تشوف في دارفور حصل اهانه. انت لما تقارن مع جنوب افريقيا فرق شنو؟ الطلاب في المدارس النسويين بنات بيتغلون من الجامعات من الداخليات اهانه اللي قاعد تحصل. الشعب السوداني انت قاعد تتفرج. الكلام ده امتدت نيل الازرق دارفور وغيره وانتقلت للوسط. ثوره سبتمبر انت شفته. الغلال والمشاكل اللي حصلت في خرطوم لما الشعب السوداني طلع برا عشان يقول رايهم اكثر من 300 من طالب صغير
لمرأة لعجوز للشباب ضربون في الخرطوم دينتهم. نحن في الحرب المنادات بالطيران والدبابات ده والشرور أجماد والمدافع الكثيرة ده ما حصل مرة الحرب قدنا 200 ولا 100 عشان تموت 300 نفر في الخرطوم ده مدافع زي ده. لسه انت الشعب السوداني ما زال قاعدين تتفرجوا ودارين تعلقوا وتلوموا. ده اللي حصل في السودان. المهم عموما واحد من الحاجات عشان ننوركم لازم تعرفوا الحرب اللي مجبورين فيها اللي انجبرنا في الحرب. نحن حاولنا وسائل انا حكيته قبل عشان نقدم مقترحات وقبلنا نعمل شنو الحكومه رفضت واستمرت بقينا مجبورين على الحرب ادت معاناه كبير جدا للشعب المواطنين الابرياء بقت مشكله. عشان كده نحن حاولنا عشان نتكلم مع المجتمع الدولي ما في اي كلام. الكلام قاعدين ينشروا الصور اللي قاعدين ينشروا الكلام اللي قاعد بيتم ما في كلام حصل اوفيشلي. بالنهاية أخيرا مجلس الأمن الدولي طلع قرار بتاع 426 بأن الناس يرجع الاتفاق بتاع دكار ونافي ولازم الإغاثة تصل المضررين في المنطقتين. فبعدك انجبرنا لازم نمشي المفاوضات كحركة شعبية. نحن بدينا بعدين المفاوضات هنذاكر هنا فكرنا من بدينا الحرب. انا ما بديت ربطت العن مالك في النهايه ضربوه برضه بعد موقع اتفاقيه وبدأ كله ضربوه في بيت في التمازين والشكل امتدت في التمازين. وقعدنا بعد ذاك نحن جينا نقول له هوي كلام اي زول ده النيل الازرق ده جبال نوبه ده دارفور ليه قالين هنا ما نحن واحد وانت سمعته جينا عملت التحالف كوده بعدين الحركات قاعدين نقول الكلام ده الشجره ده ما بقى طويله كله نجيب في سنه كرتون. يا قلنا لما عملنا زي ده برضه بعد ذاك في هنا كان جبهه ثوريه عندنا وجهه نظر في ناس بيقولوا ما نتفاوض مع الحكومه ده لكن هنا حركه شعبيه بقينا انجبرنا عشان لازم نفاوض. اول حاجه عندنا قرار بتاع مجلس الامن الدولي انت ما ممكن تخش تحول سرعه من البشير تجي تشاكل مع المجتمع الدولي تقول له ما ماشيين نمشي مفاوضات وده قرار دولي ملزوم. ونحن زاد برضه كحركة شعبية عندنا فلسفة في الطرح بتاعتنا في الرؤية بتاعتنا في البرنامج بتاعتنا عندنا أربع وسائل بنستخدم عشان نحقق الأهداف بتاعنا. هي الكفاءة المسلح ده واحد من الوسائل بتاعنا. هي المفاوضات لو لقيناها بمفاوضات في التربيزة الجنوب ده ما فات بالتربيزة ده وحل حلول كثيره بالتربيزه ده نحن بنلقى لو في حل من هنا بنتفق هنا بنواصل فيه. ما في برضه دبلوماسيه ضغوط الدوليه وشنو ده المجتمع برضه ممكن تفرض حل دبلوماسي عشان يقدر يمكن برضه بنستخدم دبلوماسيه بتاعتنا عشان نغنى العالم والدول وشنو ده عشان هنا برضه لو لقينا حل منها ممكن برضه ده الحل اللي ممكن يحل القضيه السودانيه يفرض على الحلول ولا يجبر السودانيين عشان يقولوا زي حسن الكلام المطروح بتاع الحوار الدستور الوطني يمكن تغامر السودان لان ده برنامج بتاعنا كحركه شعبيه. برضه الوسيله الاخيره انتفاضه في السودان. لان برضه يمكن نحرك الشعب السوداني ده كله نقوم انتفاضه زي ما حصل في 86 النميري ده ممكن يحصل ما غريب ده كله ده وسائل اذا في واحد نجح نحن بنستخدم. في ناس طبعا من الجبهه الثوريه بعدين بيشوف الكلام ده بين السماء والوطن لكن انا اقول برضه نحترم حقكم برضه تحترموا حقنا. نحن بنشتغل الاثنين الحرب ده بنقوده ما عندنا الحرب بس معناته كده عمليات ماشي ونمشي مفاوضات هو في الثاني مشي مفاوضات هو في الوطن هناك بدوره تمام. وفي ناس يمشي برا بيتكلم سياسه برا يمشي يلف وفي ناس مفاوضات كل ده بنستخدمه. وفي ناس من ثاني في خرطوم نتكلم معاهم نشتغل مع المعارضه عشان نتوحد عشان بكره عشان نقوم الانتفاضه اللي دايرينه ده شغالين دول كل ادوانس البنجح فيهم ده اهلا وسهلا. ده نحن ماشيين مفاوضات عشان نحن نواصل الإغاثة للمواطنين لأن الإغاثة ده في فلسفة الدولية وفي قناعتنا كحركة شعبية. إذا أنت رفضت أكل تمشي للأبرياء أو المواطنين العزل أنت قاعد تعمل عبادة جماعية تعمل جريمة حرب. الزول اللي برفض في قوانين الدولية برفض أكل للمواطنين مرتكب في جرائم عبادة ومرتكب قاعد تستغل الأكل عشان يجوع الناس عشان يموتوا. ده السلاح بتاعه بيستخدم عشان الناس يموتوا وناس يشتتوا يحاجروا يمشوا لجوه ويمشوا نزوه
شتت اهل الظروف عشان ما يقدر يتكلم عن قضيه بتاعه يتابع قضيه بتاعه كده. لكن احنا عشان كده بنتكلم لان الظروف بنشوف بعيننا المعنى بنعيشه واخدين، عشان كده بنتكلم لازم يكون في اكل بيمشي للناس. نحن ما شئنا طرحنا المواضيع في المفاوضات، الحكومه السودانيه رفضت. انا جبتك من هناك عشان اجيبك المعنى، جابت مشكله ظروف سيئه، مدارس دمرت، مستشفيات دمرت، مويه وغيرها، مدخلات الكالشويه الموجوده والاسبيرات شنو ما فيها حاجه، الناس رجعوا بيشربوا من المويه من الخيران، المويه الملوثه ده بجرائم الناس اللي بموت الحيوانات اللي بتربون ده، لان عايشين في هذه الظروف. ولما نحن ماشيين المفاوضات قلنا لازم الاغاثه نقدموها للناس، لكن نحن ناقشنا مفاوضات كثيره، بعدين لما شفنا الحل المشكله السودانيه ما بتحل بشكل الحكومه وضعه، وفي نظر ناس كثيره افتكر اغلبيه الناس هنا بيشوفوا نفس الكلام انا بقوله، اغلبيه الناس رايهم مع الحكومه خاصه هي المنطقتين، في اغلبيه منهم بيشوف الحل بتاع المنطقتين مفروض الحركه الشعبيه تعمل كثير جدا. لكن انا الحاملين سلاح والقاده والمواطنين الموجودين هنا الموجودين عايشين الوضع ده قاعد يشوف ده ما بيقدم اي غرض. قضيه منطقتين في سلام عملوا احمد عرون كافي ما يونس دومي كان امر السلام بتاع جبال نوبه، عملوا مجلس العالى للسلام في كادول اين هم؟ كنا عندنا اتفاق بتاع سويسرا، عملوا في سويسرا هنا توقف الاعدائيات ومنها حاجه ده قبل الاتفاق الشامل اللي جاب النموذج منها بقينا عمل الاتفاق الشامل ده ما شوير. كان لنا في اتفاق قلت لنا اساكر في حاميه في الشاتات وشنو غيره وبنتقل، كان احيانا بحصل وانو امتدت لما جاي ماشي لنا فوض الحكومه نطة منا قال قضية ده ما يقدر يجي في التربيز انت انا قبيل انا قلت انتهت. نحن عندنا اتفاقيه شامل، نحن جزء منها معلوم الناس رجع الحرب. اتفاقيه كان كويس فيها خصوصيه بتاعت منطقتين وفيها حكم، الحكم ذاته مكتوب ذاته في الاتفاق ده لكن ما نفذت. في مشورة شعبية الناس يقول رأيهم، انتخبوا الناس برلمان يجي يقول رأيهم، الاتفاق ده يقول رأيهم، الناس دارين يتحكموا كيف؟ ليه الكلام ده؟ انتهى الكلام ده مات. الحرب اللي انا حكيته ليه؟ الحرب ده في سبب يجي يضربونا؟ في سبب يغروا عشان يجردوا سلام هنا؟ الاتفاق ده كان موجود. هل حصل شنو؟ وبرضه ما في اتفاق مالي ونافذ. بعد ما شكلنا عندنا شعر اتفاق جت تبع منو شرط؟ الاتفاق ده ماله خرابه. اذا كان نشوف الاتفاق الجزئي ده بس في مثال في جبال نوبه ومراحل هو المنطقتين، لكن هي كان دارفور 21 ولا 41 ولا 42 مرات 43 اتفاقيات الوقف في السودان يتم نفذ. في دارفور ده حركات اكثر من 27 حركات تحريريه. 11 منا وقع اتفاق. ماذا يحصل؟ ماذا يدور في دارفور الان؟ اكعب من اي موقع ارض في السودان. يعني انت بتفتكر 200 مره اغتصبوا ناس قدام راجل وقدام عياله، اغتصبوا جيل صغير ما بالغ وما عمل اي حاجه قدام، اذا افترض كلنا ديل ده اخواتنا ولا ده مر اي زول فيهم ده مرته ولا ده اخته شهورا كان بكون شنو؟ إذا نحن السودانيين قاعدين نجيبه نتفرج الآن ونقول ننتظره ونذارنا نتلاوم بعد ما رانا ناخذ الحركات ده القاعد يحصل ده دي شنو قاعد يحصل ده؟ حرائق الغور القاعد يحصل ده. طيب افترضنا ده حركات حابش وغيره من العنصرية الموجودة في هذا السلام بيدوا للرزقات وللمعالي المود القاعد بين المسيري المود اليوم القاعد للشعب السوداني ده دي شنو القاعد تحصل في السودان؟ طيب المشاكل اللي ماشيه دي تفترض يهود انا بعرف جيردا ونسيسي وغيره وما كم سلموهم ده سلطه اقليميه ما ادراك وده وزير الصح وزير ياتو في السلطه اغلبيه، لكن اللي قاعد يحصل في دارفور ما مغاره من السلطه والكراسي اللي الناس قاعد كورفيتات اللي بربطوها زي في التلفزيونات شنو طلبه من دارفور بكبدون من الجامعات هي درمان في جزيره في غير في وسط الحكومه وين الغرفتات اللي بتربط من القيادات اللي قاعد دارفوريه ولكن المشاكل قاعد تحصل. عشان كده رؤيتنا في الحركه الشعبيه هي بنقول حل شامل، حل قضيه سودانيه، ده الحل الحقيقي اللي بمرق السودان من هذا المازق. وده رؤيه الحركه الشعبيه بنقول رؤيه السودان الجديد.
الرؤية ده السودان الجديد هي ده الرؤية الحقيقية اللي بتل المغرب. ده الرؤية نحن عملنا به اتفاق ده لكن ما تطبق. الحكومة تملص منها خلى جنوب مرق منها فاتت، والحكومة حاولت لا بس عشان يعمل تجزع في السودان المتبقي. عشان كده نحن قلنا الحركة الشعبية لازم نعمل حل شامل. وفي اتفاقيات مالي نحن قلناه جون قرن نعياته كان بيقول قال الزمن ده للنميري يا خلي استقل الشعب السوداني خليه يقوده في الوطن يجاوب على السؤال كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان من زمان ما انتبه له. ونحن جينا في الاتفاق بتاع مالك خطيناه نفس الكلام ده، قلنا الخصوصية بتاع منطقتين لازم يتناقش، المنطقتين ده عندهم خصوصية، ومع ذلك لازم يكون في حل شامل في السودان. الستيك هولدرز هو اصحاب المصلحه السودانيه كلهم يقودوا في الوطن في مجتمع مدني في مرعى في الشباب وفي احزاب في شنو كل السودانيين دول يقودوا يناقشوا القضيه بتاعهم، اتفقوا طريقه الاداره بتاعت السودان، اتفقوا كيف يديروا التنوع والتناقضات والثقافات والسياسات المتناقضه الموجوده في السودان. كتبناه المرشين ماشي شرطوا ماشي قاعد لفه كده حسا. في ناس كتار طبعا كانوا بيوجهوا لنا كلام لنا كحركه شعبيه، الوفود المتفاوض لياسر يكون ولياسر ما لي ولينا القضيه بتاعت منطقتين وطيب قندور قاعد يجي هناك مره كمال عبيد بيجي مره وناس منو بيجي. الناس ما بتكلم في كمال عبيد وجيل اللي بيقول ياسر قلت له لو بقى قضيه بتاع منطقتين ده كمال عبيد ولا قندور ده من منطقتين؟ كده لما ما اشتغلوا كلام ده بقى في النهايه عشان يفرتقوا الحركه الشعبيه رجع برنامج اللي ذاته تكييف تنها عبد العزيز، عبد العزيز ده من نباوي وا 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 كلام والناس بتانا اللغه ده شعر وعبد العزيز وقت عبد العزيز يعني خليه عبد العزيز ما نباوي. بعد شويه قال والله ما لقى غير جيش وما بيشاكل وما ادراك وشنو اللغه ده كل كلام الحكومه بيجيبه ونملكوا لنا نحن بعدها ونبرت والله مالك نوبه كتير ونوبه جات كذا. نحن ما نوبه ما قاعدين نحارب عشان نوبه، نحن قاعدين نحارب لنا الحركه الشعبيه، الحركه الشعبيه ده حركه سودانيه قوميه ونحن قاعدين نحكم السودان. عندنا رؤيه نحن قاعدين نحكم السودان ده، السودان ده لازم السودان ده كله يكون موجودين فيه. ونحن لو ما عملنا زي ده حتى قضية النوبة ده لو نحن دايرنه لو نحن أخصان الآخرين زي الحكومة قاعدة تستخدمه نحن ده نموذج بتاع يطول من كان زولي العالم ذاته من يطول دولة اللي بيقبلنا يطول دولة حسن تقنعنا لو نحن طلعنا شعري أثبتنا نفوذنا إننا عنصريين. أنت الليلة أنت حس في أوروبا ده لو أنت طلعت نفسك تتكتب اللغة العنصرية أنت بمش وين؟ في أوروبا ده حس. وإذا نحن المجتمع الدولي نحن محتاجين المجتمع الدولي يجيب معانا يدعمونا يعمل لنا وا 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 اذا هنا بقيت اثبت لنا ان انا اكعب من البشير لو استلمنا سلطه بكون نشكل خطر على السودان ده مره بقيت او لو اننا دايرين نعمل حاجات عندنا في جبال النوبه ده والنيل الازرق ده النوبه ما في فلاته في برقو في تاما في شنو في زقاوة في فور في فنوج في مسيريه في حوازمة في غيرها في اي جنس هنا يسموها تنوع بتاع السودان المسقط. انت حل عندنا قدره اننا النوبه ديل ننهي القوميات الاخرى ده كله عشان نوبه وراه ممكن يبقى زي مثال في الدوله. يا الدوله اللي يمكن يكون نوعيه قبيله واحد يعني في السودان. وده كانت تناقض الكثير في ناس بعد الناس بتاعنا بيشوف كلامنا ده ما صحيح. نحن قاعدين نقول كلام حقيقي. كلام قاعدين نقوله نحن عاملين سلاح وعشنا في التجارب. انا لما انت اقول لك كلام ده انت ما بطني. انا لو ما مديت يدي للاخرين ده من اللي بيدعم ده من اللي بيقف معايا المجتمع ده اللي ما بيقف معايا الاخرين دول ما بيقف معايا الاخرين دول بيستخدموا دي بيقلبون بدهم سلاح بدهم جنوب كله بيقدموا يكتبوا مذكرات كان هنا ذاته ضد النوبه قاعدين يمارسوا ضد حلنا كده الموجود كده انت بتكون في طموح. الحاجه الثانيه انت داير السلطه ده بتدير كيف كادولي السلطه ده بس عشان يعينونا حاكم ووزراء في داخل كادولي ولا في دمازين معنينا دايرين وزير الدفاع القاعد فوق ده وزير الخارجيه الكرتي البلي وكل مستوى منو ما بيصرف في اللجنه ليه ما بنينا هنا ما عندنا الصب ما عندنا حاجه عشان هنا نكون في وزير خارجيه ولا وزير داخليه ووزاره سياديه ده اللي يدينا سياحه والغنم ولا الثروه الحيوانيه وما ادراك كويس. اذا نحن دايرين نتكلم عن قضيه الارض من احزمه في كادولي
لأن قضية الأرض الغارونة بتاعه من 1900 وكم؟ 18 ولا بقول قضية الأرض في بتاع منطقتين ده الأرض ملك للحكومة. أنت لما تمشي الجزيرة شنو أرض ملك للمواطن؟ شوف العنصرية ده ملكي تمشي هناك ده أراضي ملك لأهالي زيادة، لكن لما تيجي جاي ملك للحكومة. أي حاجة شفتها ما عدا الوشر. الوشر أنت شفته شغل الشجر الأبيض أنت ماشي قرطبان هناك كده بس موجود في الصحراء ده يمكن تقطع ما في زربيس عليك لأنه أصلا ما عندي فايدة، لكن أوي في الخوردة ولا أي حاجة ما عندك صوت تقطع، ما عندنا أي سيادة فيه. لو نحن دايرين كلام ده موجود في القانون في الدستور، والدستور ده بتطلع هناك. نحن لو جايين عشان نقول لنا نناقش بك هذا قول لي أو قاعدين نناقش كيف؟ وإذا نقدر نقسم على الثروة نقسم على الثروة، الثروة ده البترول، الذهب، الحديد، والشنون الأورانيوم، مو أدراك، الثروة ده مليان كل الحاجات، أنت بتشيله وين في جبل النور؟ ما كلام أنت بناقش النسبة بتاعك بطلع الآن النسبة ذاتها بيجي بيقسموه على الإحصاء السكانية بتاعك وشنو شنو الموارد اللي عندك و و و و و الحاجات ده كلها، أنت بعمله كيف لما أنا أغشت في المركز وأغنات البرلمانيين، أغنات السودانيين الأخرى وباحتياجاتك والمظالم اللي ترتب عليك الفترة ده كلها، أنت بتلقاها كيف يعني؟ السلطة حكازة وغيرها، اللغة والدين ذاته، جبال نوب والنيل الأزرق في التنوع بتاع الأديان، في كجر الليل ليلة، في ناس ما مسلمين قاعدين ويعبدوا العبادات بتاعهم اللي بيعرفوا ده، في مسيحيين بعدد كبير، في حاجة ده، في مسلمين بكمية، الناس اللي أنت بتديرهم كيف؟ حندار كيف؟ في الوقت الحكومة أعلنت فيه الشرعية تتحكم على السودان ما في، عمر بشير قال ما دار كيس أسود في السودان بلاش من الدخمة ولا دولة إسلامية عربية، ده في قطار في شهر واحد هي ده في 2011 لما الجنوبيين قال ماشيين ينفصل. نحن الناس اللي تديرهم كيف؟ بشير بيقول ده كيس أسود، خلي ابن آدم كيس أسود وما دار يشوفه ثاني في السودان. الكلام ده تبهر له كيف في منطقتين؟ حاجات فيري كومبليكيتد انت مشكله في المركز واللي قاعد يعصرونا في منطقتين لما قاعد يكلمونا منطقتين وفي نازله بتحدث وحتى النوبه بقى يتكلم عن الكلام ده ليه بس تحصرني في منطقتين؟ انا حركه شعبيه عامل روح السودانيه وانا داير احكم السودان ده، حركه شعبيه داير اجيب رئيس يحكم السودان ده، ليه تحصرني بس عشان يكون في كادوغلي وعشان يكون في التمازين؟ مجرد انا اتنازلت وقبلت كلامك ده ما حتخليني هتزرع فتنه بيني بين العرب والفلات والبرج والمسيريه، تناقضات بعشويه هتخلق لي مشكله بين الشرقيه والغربيه وبعشويه مشكله قبيله فلان وعلان. وحسن في اسد كلام ذات بتاع قبيله ما حزمنا لسه قاعد يدور لسه قاعد تعمل روابط قبليه وشنو لسه ما حتى النوبه ساكت كقضيه نوبه ساكت عشان تكون في يونيتي واحد. ما وصلنا في مرحله عشان ننجز الكلام ده، انت بتتكلم أن يعطوه يمكن يزول له يقعد كده يكتب له يدين ينتظرك تحقق حاجاتك. ده كل الحاجات اللي احنا قاعدين نقوله ده في اطار نحن بنشوف المشكله بتاعنا هي مسبب المركز ونحن القضيه ده لازم تتحل هناك. ابسط حاجه لما المجتمع الدولي والناس بتاعنا بتجيبوا ناس ثانيه لو شنو ده ناس منو جابوا انا قلت لك اندور انت بتعصرنا دائما تكون تتكلم ده تجمل ده ياسر وده ناس منو وده يعتجد. انا بتحدث معك النواب، انا جيت المفاوضات وانا من الناس اللي بقود الجيش المحارب ده. انا ما جيت ماشي طالب ما كملت مراحل تعليميه خليت المدرسه جدعت القلم وجيت مشيت الغابه. انا جيت عشان الحقوق بتاعتي انت داير تقنعني انا جاي من جبال النوبه عشان اتكلم عن قضيه بتاعت النوبه. انا داير اسالك النوبه انت قصدهم يا النوبه؟ انت قصد النوبه في الكراكير اللي في جبال؟ النوبه في كراكير ده اقل من مليونين ولا مليون ونص. لكن بس النوبه الموجود في الخرطوم العاصمه القوميه من درمان والخرطوم عصب الاحصاء الموجود اكثر نسمه من الاجناس الموجوده في السودان هم النوبه في العاصمه القوميه. اكثر من 3 مليون ناهيك عن الولايات الاخرى والمحجر. التعريف بيقول لنا النوبه ديل هم اللي فتحوا الخرطوم ومن درمان هم اللي خدتهم على كان غابه اللي هم العبيد بتاع النوبه الانجليز الحربات دي جابوهم الانجليز وشنو جابوه جابوا فتحوا الغابه ده ونظفوه وبقوا مدينه. كويس؟ النوبه دي هم اللي فتحوا فيه هله كوكو فيه هله منو كل حاجاتها موجوده هناك ده التواريخ ما ببالغ فيها. في
ده طيب النازل أين النازل الآن في الخرطوم؟ قلت له كلام ده أين الناس؟ ده النوبة ده وين في الخرطوم؟ إذا كان هو بشكل الأغلبية الموجودة في العاصمة، لكن كل يوم النوبة يجي ينظفوا القماير ويجي ينظفوا الكدير ولا يجي ينظفوا مبدة ولا يجي ينظف الثورات باشويج البلدوزرات يكسر البيوت كلها جدعوا مرة دار السلام مرة زغلونة مرة جبرونة مرة راس الشيطان وهكذا ماشيين لازم تدوا ماشيين وصلوا للبيت ماشي مسافة تمجيزات ما بتعرف ماشيين وين ده مو رايح يتكلم عن النوبة ديل لما انا اتكلم عن النوبة في جبال نوبة ده مو رايح يتكلم عن النوبة الموجود في الخرطوم ده ماشيين بيجوا نساوين ماشيين بكراين يذكر بس بيشوف عمارات رقبت ذلك يمشي عشان يخسر العمارات اللي يقول يمشي وماشيين وهم اسياد البلد هم جزء من المجتمع ده منو اللي يتحدث عنه قلت لهم انه جرحام ودانيال كودي وناس منير شيخ الدين ناس منو ناس باكوتالي وناس منو الموجودين ناس عمر سليمان ناس منو الموجودين في الولايه ناس قاعدين معاكم ده ما حيتكلم كلام ده كلام ده موجود في كلامهم لكن ما حيتكلم زي ما انا بتكلم كلام ده موجود في قلوبهم لما انا كلمت قلت النوبة اكثر من 3 مليون مركزه قال لا 2 مليون و700 قلت له 3 مليون اكثر من 3 كويس ببساطه ده نحن شفنا الكلام ده ما بينجح كلام ده استهبال ساكت اكتشفنا نازل ما داري يوصل لغازه دارين يشيلوا سلاح لان ربطوا قال تدونا سلاح فتره شهر ونوديكم لغازه ولغازه ده ما يجي الا عندنا لأن كلام بدا زمان خلينا جنوبيين اللي غازة قاعد تجيرهم وين قام مكنوا نفوسهم وخواجاتهم بدهم سلاح وعملوا حاجات نينا الحرب استمر لأن الجنوبيين بقى قويين دما الجنوبيين ده انفصلوا كلام خطا ده برضه نينا لما عمل اتفاقية بتاع سويسرا بتاع النوبة ديل النوبة ده جاب النوبة اللي في الخرطوم كله مرة كمل جيش كبير سلين ليلة ما قادرين نكسروه من اليوم تاني خطا ده ما بنعمله ونقول لك العلاقة بتعالجوا ليش طيب نحن نديكم مقترحات انتوا جبتوا اثيوبيا قاعد يراغب باتفاق بتاع بي اي وغيره يونسوا وانتوا اثيوبيا ده اصدقائكم نحن دايرين اثيوبيا ده خليه يجيب الاكل والناس اللي براقب اللي في اطلاق النار ده نفس اليونسف الموجود هناك ده قال لا يعمل لكم شنو طيب يعني المجتمع الدولي انت كنت نازل وانت الاكل قول لا لا تاخذ سلاح والشروط بتاع الاكل ما يجي من كروس بورد يعني ما يمكن يجي من دول ثانيه شنو كده متعقدات بتاعت حاجات كثيره لبنينا قلنا خلاص كويس قلنا انتوا تحقرون لنا الشنين دي اللي بنتربى لان قلنا اشتغلنا مع المجتمع الدولي عملنا كده لحد قرار بتاع 20 مش 20 456 بتاع لازم النداء السودان او مش اجل اصحاب المصلحه السودانيه المعارضه والحكومه واللجنه السبعه اللي قالوا ده وشنو ده كله لازم نمشي نعمل اجتماع تحضيري عشان ناخد البرنامج بتاع نمشي الحوار بتاع حلول بشير لنا حركه شعبيه لنا عزيز الكلام ده غنانا بو الجبهه الصوريه وقبلنا واتفقنا على الكلام ده في اخيرا تم عبد الواحد جاء ما دايره وكان اتفق معنا في البدايه وده رايه لكن انا كنا اتفقنا بان الكلام اللي قاله البشير في يوم واحد وندى كارتر كذب له قال له انا ما بنزل انتخابات ثاني لكن ده نعمل مصالح بين السودانيين ونعمل حوار وطني ناخذ اجي نعمل السودان مخرج والخواجات صفق له وجيبوا له الكلام ده والليله هو راجع انتخابات هو فايز بالتزوير قبل نفسه بشكله ده نحن كنا قبلانينه لانه ما في حل انا حتى في اتفاق بتاعنا حتى من جونجر زمان بنادبوه ده الحل الوحيد للسودانيين اللي وقعدوا بهل المشكله احنا قدرنا طورنا الكلام ده خشم المجلس السلم الافريقي طلع قرار ده وقال المنبرين لازم نجيب ناس دارفور ويجي يسوي لان كان ده كلامنا موقف بتاعنا بتاع حركه شعبيه واي زول قرا ورقه لازم يحصل وقف اطلاق النار من دارفور للنيل الازرق عشان يكون ده مبادره بتاعت حسين النيه وبعد ذاك غزه تصل المناطق ده وبعد ذاك الحوار ده بتاع التحضير ده ناس يمشي يخد الاجراءات والضمانات ولا رجيع ممكن تراقب الحوار ده وكيف القرارات تتخذ وشنو النهايه بتاعة الحوار ده ينقم بتاع شنو ده كله خطيناه في كرت وجابوا الاتحاد الاوروبي هنا والاتحاد الاوروبي امن هذا الكلام ده الكلام ده الان اشتغل انا ما ادري قطعت حاجات قاعد انط زي ما انا قلت لك الان لو دار اسرد لك جبنا لك من اجل كثير عملنا جبهه ثوريه وجينا
عملنا فجر الجديد الحكومة مش انتقلت خوفة الجماعة جينا برضه جينا فتجنا صادق المهدي لما لجنة زي سبعة عشان نفرتك الكلام بتاعه ده لأنه ماشي في زاوية غلط جبناه وطلعناه وجينا عملنا بالرغم جهد كثير هسه فيكم باشوية اللي صادق ده يجيبوا ما عندنا ضمان عليه وما أدراك والمعارضة بزاد التجمع عندهم رأي كثير لكن أنا قاعد أشوف ما في مفر غير الوحدة ده ما في سبب بخلينا نتنافر لو بنتنافر زول ده بقوا هذه فترة زي ما في ناس بتدعي قاعدين دارين يقودوا للأبد زي ما هم ربنا خلقهم عشان كده نحن شفنا التناقضين عملنا الحاجات ده كله لما جينا الاتحاد الأوروبي قام قرر بأن لازم يعمل الاجتماع التحضيري وجه ناس ووجه الاتحاد الإفريقي وادوه ميزانية دعا كل الحركات دي الجبهة الثورية والمعارضة جوا كل نداء السودان عشان يمشوا يعمل اجتماع تحضير المضى الفترة الأخيرة اللي شفتوها نحن لما مشينا الخرطوم مجا بعد ما وافقوا ذاته قال لنا مشينا الاجتماع ده لما مشى قال انت سمعته كلام مصطفى اسماعيل قال ما ممكن اخش في الشرك يا هو شايفه ده الشرك يمشي يخش فوق في ميديا قال ده الشرك قال ما ممكن نخش في الشرك كده قال دور سأله قال والله اني بيزي مع الكشنز وكذا وكامبينز وماشي يعني جاي ده بقى ضروري اكثر من الحل القضيه السودانيه قال حل القضيه بتاع الناس الحاصل دي كله ده ببساطه حاجات اللي حصلت دي الحوار اللي كان متوقع عشان نمشي هناك حاجات دي انتهى ده الطريقه بتاعتنا نحن كحركه شعبيه نحن كنا بنشوف الاغاثه لازم تمشي للناس لازم القضيه السودانيه تتحل لازم المنطقتين يلقى خصوصيه بتاعتها لانه المعاناه من زمن الانجليزي انها فلسفه لا دفاع عنها كيف خصوصيتها من زمن الانجليز مناطق مقفوله مناطق ما عندها شنو غير مشاكل والحروبات الدارة ده دمرت البنيه التحتيه وغير ما هذا كله في خصوصيه واقعيه في المنطقتين اللي هنا بنشوف هكذا في دارفور وغير المناطق الثانيه المهمشه كلها نحن بنتكلم عنها لكن بنتكلم عن الخصوصيه وبنتكلم عن حل السودان لانه برضه عندها ولايات الاخرى عندها خصوصيات نحن بذلنا الحكومات دي كلها ما قدر المجتمع الدولي كلام اللي قاعدين نقوله مشينا فشلنا عملنا شنو ده كله المجتمع الدولي ده ما عنده اي شغل بينا المفاوضات اللي اختتمناها هناك على حسب الناس بتحيروا الموقف هنا او كده قال حسب الحرب ده نهايته عندي سقف ولا ما عندي سقف وبعدين انا بجاوب في ضمن الاسئله لكن نحن كحركه شعبيه كجبهه ثوريه كنداء السودان قدمنا اي ثمن تنازلات باي ثمن جلسنا الحوارات جلسنا حاجات كده المجتمع الدولي وصل في عشان يعصر الحركه الشعبيه لازم يعزلوها من قضيه دارفور يا وجاب المنبرين كندور ماشي جابوه في جاي للحركه الشعبيه جاب امين حسن عمر جاب لنا دارفور قال انا ما عندي قضيه لنا دارفور من ما جا ماسك ميكروفون سمعته في يدي قال قضيه ده بتاع دارفور انتهى في دوحه بس انا جاي لنا قضيه الامنيه ترتيبات الامنيه جرد السلام يعني بس ده صار فرج يسلم سلام ما له سلم من يوم ذاك هذا الليل يجي يسلم ما عندي امتياز اكثر من كده ما عندي ما انا يفوض من اي حاجه قول له قضيه بتاع دارفور لو كان يتحلى لماذا الحرب دايره الان؟ لماذا بتدربوا في دعم السري وغيره وجنوده؟ قال انتم ودوه في دارفور بيعرف غرى ويغتصبوا النساء وماشيين وفي سلام انت حققتوه قضيه ذاك حليتوها كويس خلوه لجانب نحن في الحركه الشعبيه ضغطونا لما ما دار دير ورا نادر في الحركه الشعبيه المجتمع الدولي داير اي مخرج بقى قلب علينا كل الادواء الامريكانيين بيجي بيجتمع معنا بجاي بيحط لنا الاجنده ودي المصريين بيجي بجاي الاوروبيين بيجي بجاي الاتحاد الافريقي بيجي بجاي واي زول بيجي اي زول بيجي بيقدم طرح بتاعه لما لقينا جو نحن مزنوقين كحركه شعبيه عشان نعمل الكلام ده نقول لامريكي الكلام ده لو نحن ماشيين انت ليه بقى تودونا حركه شعبيه عشان نمشي نزوق زي ناس جيردا وزي ناس دانيال كودي زي ناس مونو ناس سيسي در ناس مونو دي على كل الخشب دي داري احنا نجي نروح في مرة كده نحن ما نخش في حاجة قاعد نشوف انتوا داري انت مش داري تحل القضية السودانية جيب ناس دارفور جيب المعارضة وجيب نحن كل جيب الصورية ده بالتكوينات ده كلنا نكون عشان نمشي الخرطوم قبل ما نمشي لازم نجي ضمانات شنو؟ نينا بالغ احكار حكمو ياسر ده حكمو بعدام منع حكمو من كيف نمشي نتفاوض ناس محكومين وكيف نمشي الخرطوم سلام بقوم من الطيارة بقوم من الخرطوم من الموبايل مش بضرب ناس في دارفور والنيل دار كيف انا بمشي هناك الشعب ده الحركة الشعبية اللي هو عدال موجود بفرج عليك بيستقبلني كيف
سلام يجي بدوك ناسهم والناس المعينة خليتهم في مناطق محررة والحاملين سلام لما نيجي يشوفونه في التلفزيون هنا قال سلام بقوم بضربهم بقتل كم وكسر كم أنت بتقصد في تقييمك يا يعني. ده شنو اللي بيكون بيحصل كلام زي ده لازم يكون في وقفة لغنا ولازم إغاثة تمشي للنازل ده ضمانة للأقل بدي روح كويسة وبعدها بخلينا نمشي نناقش القضية الموجودة وكلنا نمشي في الترابيزة نناقش القضية بتاعنا لما يجي ولا ما في الترابيزة بيجي بجاي